طيب احنا دلوقتي المفروض ان احنا شغالين في الاتريشن اثناء الاكسكيوشن. لو احنا بنتكلم في الترديشنال واي اوف فولو اب للبروجكت، احنا كنا بنعرف انترفلز معينه احنا بنشوف فيها الستيتس ونتابع فيها التيم. الاجايل موديل اختلف في النقطه دي بحيث انه يضمن انه في كونتينوس فولو اب للمشروع، وبالتالي الاجايل موديل بيفوكس على الكونتينوس ديليفري كونتينوس فولو اب. عشان يضمن الكونتينوس ديليفري كان لازم يبقى فيه كونتينوس فولو اب بديفرنت ميثودز. اولها الابديت للبورد، كان بان بورد دي هي دي الاي في الانتجريتد فيو لكل الريليفنت ستيك هولدرز، وبالتالي الناس من اول نظره للكانبان بورد بتعرف احنا واقفين فين في المشروع. ايضا على البورد الناس بتقدر تعمل ري استيميشن اكوردنج للبرفورمانس بتاعها. الناس على البورد بتقدر انها تريكورد الاكشوال داي باي داي، وبالتالي انت عندك يعني جاست ان تايم ستيتس في اي لحظه في المشروع. انت لو دخل البرودكت اونر في اي لحظه على البورتال اللي معمول كسوليوشن هيقدر يشوف الستيتس، مش محتاج ان هو يجمع الناس عشان يعرف ستيتس. وبالتالي احنا شغالين بالجيت اللي هو الجاست ان تايم ستيتس، انت مش هتبذل اي مجهود في ان انت ترفع ستيتس. وده بيمكنك ايضا من ان انت ممكن تكنسل بعض التاسكس من الاتريشن دي، او ان انت تعمل سلايسنج عشان تقدر تطلع في التايم بوكس بتاعك ده اكسبتد ديليفرابل يقدر يفيد العميل. فدي اول ميثود من الميثودز بتاعه الفولو اب، ان احنا استخدمنا الكامبان بورد. الحاجه الثانيه وهي الديلي ستارت اب ميتينجز. والديلي ستارت اب ميتينجز يعني للامانه انا كنت في بدايه الامبلمنتيشن للاجايل موديل، وده من ما يقرب من حوالي يعني 9 سنين، كان المايند سيت بتاعتي هي السي ام ام اي. وعشان انا كنت جاي من الباك جراوند بتاعت السي ام ام اي، كنت اورينتد اكتر لريزيستنسي للنيو موديل ده، انه كنت بشوف بحاول انقض الموديل الجديد، يعني بحاول ان انا استخدم النولج بتاعت الموديل بتاع السي ام ام اي ان انقض الاجايل موديل. فكنت من النقاط اللي انا كنت بهاجم بيها الاجايل موديل اني اقول ان الديلي ستارت اب ميتينجز دي ما فيش نيد، الناس فوكس، الناس عارفه هي بتعمل ايه. لكن للامانه مع تطبيق الاجايل موديل لقيت انه لا مفر من ان انا احافظ على السكوب وحافظ على الدايركشن الصحيح للبرودكشن، واكثر طريق لتحقيق الاوبجكتيفز بتاعه المشروع، واني اتابع الناس بالقدر الجيد اني اعمل ديلي ستارت اب ميتنج. ولو ما تعملش الديلي ستارت اب ميتنج في الاورجانيزيشن هيبقى في مرحله اخرى هنبقى بنمانجو از ريسك، انه بتبقى بيحصل فيليرز ولازم نلتقي كل يوم عشان نكفر الفيليرز اللي بتحصل. وبالتالي ليه الجأ انه يبقى فرصد عليا ان انا اعمل ستارت اب ميتينجز بانترفلز كتيره طالما اتجهت للفيلير، طالما وقعت في فيلير فبكثف مرات الفولو اب، وكان اولى عندي ان انا في كل يوم اتابع المشروع بتاعي بأقل القليل واعرف احنا فين والاين بين الريليفنت ستيك هولدرز عشان احافظ انه التيم اون تراك في تحقيق الاوبجكتيف. فوان اوف الفاليوز العظيمه جدا اللي وضعت في الاجايل
سبيشالي في الامبلمنتيشن للسكرام ميثودولوجي الديلي ستارت اب ميتنج. وحاول ان انت تكيب الديلي ستارت اب ميتنج انه يكون شورت جدا عشان الناس لا تمل من هذا الميتنج. ايه اللي بيناقش في الميتنج ده؟ هو احنا فين دلوقتي، ايه اللي خلصناه، ايه المعوقات اللي قدامنا، ازاي نذللها ونحلها from different perspectives. يعني لو حد محتاج واقف حصل له ستاك في تاسك من التاسكس زميله عملها قبل كده، حد محتاج سبورت من انتيتي خارجيه ومش قادر ياخد منه فيدباك، حد في ديبندنسي على حد تاني ومنتظره، وبالتالي احنا بنقدر نفاسيليتيت كل يوم، بنقدر نفاسيليتيت المشروع. التراديشنال موديل كان عمر ده ما كان بيحصل. ليه؟ لانه كان المسؤول عن ان هو يعمل الكلام ده كان متفرق دمه بين القبائل، بين البروجكت مانجر وبين التيم ليدر، وما كانش فيه ويل ديفايند ميثودولوجي تقدر تعرف لنا الكلام ده. طيب احنا دلوقتي يعني شفنا ان البورد بنقدر من خلالها ان احنا نقول ايه اللي خلص، ايه اللي ما خلصش. بالشكل ده بيظهر لنا يعني الفيلوسيتي الحقيقية للتيم، وهي القدرة الانتاجية للتيم في هذا المشروع، ان هم قدروا يخلصوا ايه من السكوب اللي احنا كنا حاطينه. فبيظهر عندنا هنا زي ما احنا شايفين في الجراف اللي قدامنا، في حاجة اسمها البيرن اب تشارت وفي حاجة اسمها البيرن داون تشارت. البيرن اب تشارت اللي هو ده بيقول التيم انجز قد ايه وبالتالي فاضله قد ايه، بس بيبدا من انه من الزيرو للماكسيمم يوزر ستوريز بوينتس اللي شود بي فاينلايزد وذين البروجكت. وبالتالي تقدر تقيس انت فين المشروع، خلصت 75% من المشروع بس ايه تصاعدي. البيرن داون تشارت ده بيقول احنا فاضل لنا قد ايه ونخلص. فهما طريقتين هما يؤدوا الى نفس الهدف في قياس البروجرس بتاع المشروع، بعيدا عن التفاصيل الكثيرة اللي كانت بتوضع قبل كده من قبل المانجمنت تولز اللي كانت مستخدمة قبل كده في التراديشنال ميثودز وهي ستيل يعني مستخدمة. فكنا زمان بنحسب الكوست فاريانس والسكيدول فاريانس يعني والبرسنتج وهكذا، هنا اهتمينا ب يعني وان ميجر بدل ما نغوص في ميجرز كتيره ممكن تبعدنا عن الهدف الحقيقي بتاع يعني تحقيق الهدف الاساسي من المشروع. طيب بعد البيرن اب تشارتس والبيرن داون تشارتس عندنا طرق اخرى للريفيو، وهي ان احنا بنعمل حاجه اسمها الاتريشن ريفيو. وفي الاتريشن ريفيو احنا بقى بنشوف بنقيم ادائنا كان عامل ازاي في هذه الاتريشن، وده اللي بيطلق عليه الريتروسبكتيفز. والريتروسبكتيفز دي ممكن تكون بير البروجكت وممكن تكون بير الديبارتمنتس اللي شاركت في البروجكتس، بحيث ان انت تقدر تستخدم الريتروسبكتيفز دي على مستوى الاورجانيزيشن وما تم بشكل صحيح في المشروع تقدر تعممه على الاورجانيزيشن ككل وتعدل البروسيس بتاعه السوفت وير برودكشن بما ينفع المشاريع الاخرى. ممكن على مستوى المشروع لو هي حاجه ريليتيف للمشروع بحيث ان انت ما تقعش في الخطا ده تاني او البيست براكتس ده يبقى كويس، واحنا ضربنا امثله قبل كده بير البروجكت وبير الاورجانيزيشن بروسيس. لو بير البروجكت مثلا زي ما احنا قلنا ان احنا لا نغرق في البلاننج في مرحله الريليزنج الريليز بلاننج، ممكن نجو بلاننج ان ديبث في مرحله الاتريشن بلاننج لكن مش في مرحله الريليز بلاننج. على مرحله ال
مرحلة البروسيس، يعني ما يمكن الانتفاع به من الريتروسبكتيف على وتطبيقه على الاورجانيزيشن، ان احنا ممكن نقول انه كان بيست من وان اوف البيست براكتس اللي احنا عملناها كويسه جدا، ان احنا نعمل ديبلويمنت موديل وكومبوننت موديل ات البروجكت ستارت اب عشان يعرفنا احنا هندبلوي في ويتش انفايرمنت وايه الكومبوننتس اللي ريكوايرد as a result of our project، وبالتالي يتم عمل standardization في الorganization انه اي مشروع فيما بعد لابد من رسم deployment model والcomponent model في بداية المشروع من قبل التكنيكال تيم، بحيث ان احنا نبقى عارفين اي مشروع to be deployed في which environment. فده مثال لكيف يمكن الانتفاع بالريتروسبكتيف على مستوى المشروع، وكيف يمكن الانتفاع بالريتروسبكتيف على مستوى المنشأة. من طرق الفولو اب برضو، لو احنا عندنا اكتر من تيم شغال في نفس المشروع، حاجة اسمها السكرام اوف سكرامز، ودي اللي بنناقش فيها الستيتس بتوين الديفرنت تيمز. يعني لو تصورنا ان احنا عندنا مشروع كبير شويه، المشروع ده موبايل اب، الموبايل اب ده يبقى انا كده عندي ناس بتشتغل موبايل ابلكيشن وناس شغاله الموبايل ده ازاي هيكونكت على هيجيب داتا، لازم يكون في انتجريشن سيرفيسز، وبالتالي هيبقى عندي تيم بيعمل الانتجريشن سيرفيسز. طيب والكونتنت بقى دخل ازاي؟ المفروض انه يكون دخل عن طريق ويب ابلكيشن، انا كده عندي تيم تالت. لو تصورنا انه كما في الموديل اللي قدامنا ده ان انا عندي 3 تيمز، وبالتالي we should have integrated view between all these teams، هنا لازم اعمل سكرام اوف سكرامز ان انا اجمع الستيتس between ال 3 teams. انا ما عنديش 1 تيم شغال، هنا بيحصل حاجه اسمها سكرام اوف سكرامز، ويتم عمل عليها برضو retrospectives بحيث ان احنا نقدر ننتفع بالفيدباك اللي احنا بناخده منهم على مستوى المشروع وعلى مستوى الانتجريشن. وده انا قابلته mainly يعني في الموبايل اندستري، لانه هو ده الاركتكتشر موديل اللي هي بتشتغل عليه، انه انت ممكن يجي لك اصلا السيرفيس اللي انت بتشتغل عليها بتجي لك من شركة مختلفة، يعني مش انت كمان اللي عاملها، لا شركة مختلفة هي اللي تبروفايد ليك الويب سيرفيسز، وانت مسؤول عن الويب ابليكيشن والموبايل ابليكيشن، او انت مسؤول عن الموبايل ابليكيشن وفي حد هو اللي مسؤول عن الويب ابليكيشن. وبالتالي في كل ما يتوسع الموديل بتاع الديفلوبمنت بتاعك، انت ممكن تزيد الحاجة للسكرام اوف السكرامز. ده كده يعني هاي ليفل كلاريفيكيشن اوف الفولو اب ان الاجايل موديل يوزنج السكرام ميثودولوجي.